عشرات الأسباب دفعت الإماراتيين لإطلاق هاشتاغ جديد بعنوان كن مع الوطن والقيادة، فماذا قالوا؟ لدينا وطن بناه زايد، تعب وسعى لأجل أن نحيا حياة كريمة، ورحل عنا تاركاً إرثاً ثميناً يستحق منا العمل والالتفاف حول قادتنا. دائماً كن مع الوطن والقيادة، فهم من جعلوا المواطن أولاً وثانياً وثالثاً. كن مع الوطن والقيادة حتى لا نفقد الأمن والأمان، ولا نجعل دعاة الفتن يأخذون دار زايد بالمجان. يجب أن نكون أعظم جدار، بايعنا شيوخنا على الموت. هناك من يتربص بدولتنا ويسعى للطعن في ولاتها وقراراتها ومواقفها، فلابد أن تكون جندياً صادقاً لوطنك. الوقوف مع الوطن يعني أن تكون مع قرارات قادته. كن مع الوطن والقيادة في تمثيل وطنك بالعمل وليس بالكلام، وقدم كل ما تملك من علم وخبرات ومهارات. كن مع الوطن والقيادة في نشر الدين الصحيح وبث الخطاب الديني المعتدل لنعكس الصورة الحسنة عن الإسلام وأهله. وفي تويتر السعودية يتفاعل المغردون مع أنباء عن إحباط مخطط إرهابي ضخم والقبض على العناصر الإرهابية التي نفذت حادثة الإحساء الأسبوع الماضي بدافع إشعال فتنة طائفية. المخطط الإرهابي كان يستهدف عدداً من المواقع والمؤسسات الحكومية وبعض الشخصيات والأفراد. لابد من تجريم التحريض الطائفي وتطبيق القوانين على كل من يحاول جر البلاد إلى الاحتراب. فعلاً الفتنة أشد من القتل. ليت بعض الناس ظل عمره كله جاهل ولا تعلم وشوه العلم ونقله للآخرين. وفي السعودية أيضاً يحتفي المغردون بإنجاز جديد يضاف إلى أسطورة الكرة السعودية لاعب نادي النصر سابقاً ماجد عبد الله، بعد أن أضيف إنجاز آخر من إنجازاته السابقة إلى موسوعة غينيس، إذ أثبتت الوثائق أن النجم السعودي استطاع أن يسجل هدفاً في كل دقائق مباراة كرة القدم ابتداءً من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. فأطلق السعوديون هاشتاغات احتفاء جمعت كل أطياف الكرة للتهنئة والإشادة. ماجد عبد الله اعتزل قبل أكثر من 16 سنة ولا تزال الألقاب تلاحقه، أسطورة في كل شيء، أخلاقه وسلوكه ولعبه وإنجازاته. وأخيراً بالمدفأة والحطب والحليب بزنجبيل يستقبل المغردون فصل شتاء مستحضرين ذكرياتهم الدافئة في هذا الطقس البارد عبر عدة هاشتاغات عكست مرحاً ورومانسية. من أساسيات الشتاء تشوف الأطفال يمشون زي البطريق من كثر ملابسهم. لماذا نحب الشتاء؟ لأن كل شيء يتجمد فيه إلا العطر والحنين والذكريات وبعض الأمنيات.